بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبابكم متابعين قناة عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب. واليوم راح أتكلم لكم عن كي دي اي وتجربتي مع المستقر. تمام، سابقا كنت استخدم الكي دي اي، لكن بالأصح كنت أشوف الكي دي اي عبارة عن علك، أو مثل ما يسمونه المصريين الليبيان. تمام، شيء غير ممكن إني أدخل فيه. ليش؟ بسبب إنه تنهار وما أدري إيش، شغلات طويلة وكثيرة. لكن الان بناء على هالتغريده هذه زي ما انتم شايفين، جالس اتحدى نفسي اني ما غير واجهه كي دي لمده شهر من تاريخ التغريده. تمام، تاريخ التغريده اللي هو 30 اكتوبر. تمام، فبناء على هالتغريده هذه قررت اني استخدم الكي دي لمده شهر، يعني ما اغير. بسبب انه سابقا كنت اغير الواجهات من بين جنو مره، اكس اف سي اي مره، معليش قاعد امسح الفاره. تمام، يعني ضيع مره هنا مره هنا مره هنا. لكن بعد استخدامي الكي دي لمده تقريبا 20 يوم، ما كملت الشهر، عرفت اني ما راح اغير الكي دي اي اطلاقا. الاسباب اللي خلتني ما اغير الكي دي اي هي اللي راح نتكلم عنها اليوم، بحيث اني اقدر افيدكم له اذا كنتم تبون الكي دي اي. طبعا الكي دي اي هي اكثر واجهات لينكس استقرار بعد الاستخدام. وبعد طبعا قريت كثير، ومن ضمن الناس اللي تقول انه اكثر استقرار وينصح باستخدامه هو مطور نواه لينكس اللي اسمه لينس. تمام، ينصح باستخدام الكي دي اي. لذلك كنت بشوف ليش ينصح باستخدام الكي دي اي، هل فعلا في شيء معين او انه يهلوس علينا. طبعا لانه مطور هو عارف ليش الكي دي اي. بعد ما استخدمته عرفت ليش كي دي اي. اليوم راح ان شاء الله نشوف وش الاشياء اللي قدرت استخدم الكي دي اي، وش التخصيصات والاضافات اللي اضفتها على الكي دي اي بحيث انه تعطيني اداء عالي وما تخليني اغير الواجهه الى واجهه ثانيه. طبعا من الان فصاعدا راح استخدم الكي دي اي على طول. طبعا قبل انتم تكلمت عن اللي هي الواجهه، عفوا التوزيعات، كنت مضيع ما بين التوزيعات. فمن الان فصاعدا على الارتش لينكس، ومن الان فصاعدا مع الكي دي اي. لذلك خلونا نشوف ليش ارتش وليش كي دي اي. بالنسبه للمستخدمين ارتش لينكس انصحكم تنزلون كي دي اي، لانكم تصلكم تحديثات قبل غيركم. خليكم معي اليوم وشوف شو بصير. اوكي، اول شيء وقبل كل شيء، مواصفات الجهاز الحاليه اللي انا اشتغل عليه ما تعتبر شيء جديد. الجهاز صار له 5 سنوات عندي. المعالج كورت ديو، الرام 4، والكرت الشاشه انتل 256، مما يعني انه يعتبر قديم جدا مقارنه بالاجهزه الحديثه حاليا. لذلك هذه من باب انه سد النقاش على المواصفات، انه هذا الجهاز شغال على كي دي اي الان، وعندي اداء عالي جدا 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 مع الكي دي اي. بالنسبه لباقي التوزيعات انا صريحه ما ادري هل هو فعلا الاستقرار على الكي دي اي راح يكون نفس الشيء ولا لا، لكن اعتقد ايه بعد التحديثات الاخيره. انا ما جربت الارتش لينكس مع الكي دي اي فتره طويله. خلونا نشوف ايش راح سويت. اول شغله تسويها لازم تتخلص من برامج الجي تي كي. اوكي، وش برامج الجي تي كي؟ طبعا في برامج جي تي كي ما تقدر تخلص منها. الجي تي كي هي المنصه حقت الواجهه الرسوميه الخاصه بالجنوم تقريبا، واكس اف سي اي وشغلات زي هذه. ما بنتعمق بالكي جي تي كي، لكن مثال عليه فايرفوكس. فايرفوكس يشتغل على الجي تي كي. لو قدرت تستغني عن فايرفوكس الى متصفح ثاني اسمه كونكويرر، جميل. هذه اول نقطة. النقطة الثانية انه تحاول قدر الامكان زي ما قلت لك بعد ما تخلص من الجي تي كي انك تحصل على بديل بالكيو تي. وايش هي الكيو تي؟ الكيو تي هي مكتبة بناء الكي دي اي. طيب انا كيف اعرف البرنامج هل هو فعلا جي تي كي او كي دي اي؟ بسيطة، انت مجرد تشغل البرنامج راح تعرف. طيب شلون تعرف؟ افتراضيا ان البرنامج ما ياخذ شكل كي دي اي. تمام، طبعا لو فتحنا فايرفوكس الان راح تشوفون انه اخذ شكل كي دي اي لكن بعد التعديل. لكن هو فعليا لو فتحته الان بطريقه ثانيه راح تلاحظون انه الفايرفوكس مو مع الكي دي اي. زي ما انتم شايفين الرساله طلعت هذه، طبعا رساله شكلها بشع. ليش؟ لان فايرفوكس اساسا مو هو بالجي تي كي، عفوا مو بالكيو تي. بناء على تجربتي او استخدامي فايرفوكس ما اقدر استغني عنه، نظرا لاضافه واحده هي اللي احتاجها على فايرفوكس، او بالاصح هي اضافه واحده هي اللي تخليني اني ما استخدم صفحه ثاني حتى الكروم نفسه. اوكي، هذه اول نصيحه تسويها. الشغله الثانيه انه اذا كان جهازك ما يتحمل الجرافيكس العالي لا تستخدم مؤثرات كبيره. حاليا انا استخدم مؤثرات، لكن مؤثرات عديله. لو شفت مثلا النافذه تتموج، شغلات زي هذا، طبعا في تقطيع بسيط نظرا للتسجيل. هذا الشغله. خلونا الحين ناخذ فره سريعه على الاشياء اللي انا استخدمتها وخلتها فعلا استقر على الكي دي اي. لو شفتوا على اليسار طبعا المنطقه هذه، الناس كثيره تشوف الفيديوهات عندي وتقول عطنا شريط الابونتو اللي عندك. فعليا هذا مو شريط ابونتو، هنا على الكي دي اي. اللي سويته مجرد ان الشريط اللي تحت شلته وحطيته هنا. شلون اشيل شلون احط؟ في تحت كلام او رابط يتكلم عن التخصيص. انا هنا فقط اتكلم عن التجربه وعن الاشياء اللي تشوفونها قدامكم هذه عشان تقدرون تاخذونها للناس اللي سالت. اوكي، هذه اضافه اسمها
وين راح اسمه شوفها ايكون اونلي تاسك مانجر، عباره عن اضافه جميله ممكن انك تكون طبعا حقت ايقوناتي فقط، يظهر البرنامج المفتوح هنا بدون ما يظهر اسمه تمام. فطبعا هي موجوده لكن هذه الافضل موجوده بسبب الاعدادات الموجوده. لو دخلت على الاعدادات راح تلاحظ انه هنا فيه اكثر من اعداد، طبعا فيه هذا اللي هو افتراضي اللي لو حطيته راح يعتقدون انه يعني ابونتو، لكن اللي خلى الناس تعتقد انه فعلا هذا ابونتو هو ان استخدمت يوز انديكيتورز اند كالورد باك جراوند، معناته انه راح يستخدم خلفيه ملونه حسب لون الايقونه. هذا اللي استخدمه بالمنطقه هذه، مجرد شريط حطيته هنا وبعض البرامج ثبتته. في شغله ثانيه احبها كثير اللي هي هذا تمام، هذا اسمه روزا ويلكم تقريبا تمام. لو شلنا هذا حطنا هنا نفتح الحين نشوف تمام. هذا عباره عن مشغل او لونشر الخاص بالروزا، توزيعة روزا اللي هي ماندريفا تمام. طبعا على ارتش لينكس موجود عندكم باليورت، باقي التوزيعات ما ادري لكن اذا انت حاب تستخدمه راح تحصله ان شاء الله. هذا بالنسبه للحاجات اللي نستخدمها على هنا. طبعا ايش اللي يميز هذا؟ انه فعلا يعطيك فول سكرين وتقدر تتفرج على الاشياء اللي انت اكثر استخدام البرامج، ايضا الـ 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 الاماكن، وايضا اخر ملفات اللي فتحتها تقريبا زي ما انتم شايفين. هذه اخر شيء في الابلكيشنز من هنا، ممكن تقدر تصفحها عن طريق الضغط هنا على الايقونات، تقدر تصفح تلفلف من هنا او عن طريق الكور اللي بالماوس هذه تمام. فممكن انك تلفلف تمام. في هنا التايم فريم، لو ضغطت على المنطقه هذه السوشيال نتوركس ممكن ما يفتح الحين نظرا لان صار الانترنت عندي حاليا يحمل. عموما هذا فيه كوره زي ما انتم شايفين او دائره بنص الدور، هذا راح يجيب لي الفيسبوك عندي تمام، فراح اجيب لاخر تحديثات من الفيسبوك. واعتقد في شبكه ثانيه حرفه بي ايش موضوع هذه. اوكي هذا الماي لوكال دوكيومنتس، هذه فيه الملفات اللي اخيرا انا فتحتها او المفتوحه مؤخرا زي ما انتم شايفين، هذه الملفات المفتوحه عندي مؤخرا زين. طبعا في بعض الشغلات طب مثل الشريط اللي تحت، فهذا مثلا لو ضغطت عليه راح يوديك الاكتوبر، اخر ملفات فتحته باكتوبر الماضي او السنه الماضيه. عموما هذا هو اللي انا استخدمه، ما استخدمه كثير لكن استخدمه اللي حبيت احس اني يعني مختلف. بالنسبه للبرامج او الشريط الثاني استخدم البرامج هذا، طبعا اكيد استخدمه اكثر من غيره، والسبب انه هذا احيانا لما اكون فاتح برنامج معين ما يجي فوق البرنامج. خلونا نفتح فايرفوكس على سبيل المثال، فلو فتحت الحين الروزا راح تلاحظ انه يجي خلف البرنامج. هذا عيب البرنامج او انا ما عرفت استخدمه، الله اعلم. اوكي هذا استخدمه اسمه يشتغل زي هذه، وين راح اسمه كونفيجر. اوكي اسمه شوفوا لانسلوت تمام. اللانسلوت طبعا موجود على اللي هو مخازن غالبا باغلب التوزيعات موجود، شفته مره بابونتو لما كنت استخدم كيدي على بونتو تمام. اللي يميز هذا انه شكله جميل، وفي عندك هنا اختصارات كثيره وكبيره، طبعا يختلف عن الافتراضي اكيد. في الابلكيشنز طبعا ممكن تروح وتجي من هنا على المفضله، في عندك تطبيقات ممكن تفتحها بالشكل هذا. هذا بالنسبه للشريط هنا ومحتويات الشريط هذا. بالنسبه للشريط العلوي طبعا قناه الشريط فاضي، ما في الا اسطح المكتب، السطح الاول والثاني، فاقدر اتصفح من هنا بسرعه. فيه هنا الوقت والشغلات هذه والبرامج المفتوحه والاكتيفيتيز، رغم اني حاليا ما استخدم الا اكتيفيتي واحد، لكنه خلونا نشوف الاكتيفيتي هذا. هذا الاكتيفيتي خاص بكاستنج اللي هو خاص بالتسجيل، طبعا انا ما استخدمه اصلا لذلك راح ارجع للاكتيفيتي اللي قبل شوي تمام. الاكتيفيتي عباره عن سطح او بالاصح كمبيوتر ثاني تمام، لانه يعطيك فعلا بيئه كمبيوتر ثاني. هذا بالنسبه للشيء اللي قدامك تشوفه. خلونا نكمل بعض الحاجات. بالنسبه للخلفيه زي ما انتم شايفين هذه خلفيه جنو وهذا لينكس. طبعا هذه مو بافتراضيا انها هنا، هذه ساعه انا جبتها حطيتها هنا بحيث انه المكان يكون هنا. طبعا الترتيبات هذه ترتيبات انت تقدر تسويها وتخصص على راحتك، زي ما شايف القمر حطيته هنا. طبعا يفترض بعد ما تسوي تعديلات تضغط بالزر الايمن تضغط على لوك ويدجتس، ليش؟ عشان حتى لو انك مريت من هنا ما يتعدل مكانه، خلاص تصير ثابته. طبعا الصوره وكل الشغلات هذه راح اعطيكم اياها تحت ان شاء الله. عارف طالبين ناس كثير صبر. اوكي ماذا عن الاعدادات؟ لو دخلنا على الاعدادات الان، هذا هو الشيء اللي فعلا ابهرن بالكي دي. ليش انبهرت بالاعدادات؟ لانه ببساطه في شغلات كثيره تحتاجها عن طريق سطر اوامر، وفرتها لك الكي دي اي عن طريق مركز التحكم خاص بالكي دي اي. خلونا نشوف على السريع، لو دخلنا على الاكونت ديتيلز، طبعا انا عدلت من كليك واحد الى دبل كليك، راح تسمعون الماوس في دبل كليك
تمام. راح تلاحظ انه هنا في اشياء سريعه ممكن تسويها مثل الاماكن وغيره. بالنسبه للتطبيقات ما في شيء معين لو والشكل، بالنسبه للشكل اكيد راح يسالون عنه. الثيم هذا موجود بال مع الكي دي اي نفسه، لو دخلت على الكالرز في الروزا كالرز اللي خاص بالالوان، هذا ممكن تجيبه عن طريق اليورت اذا كنت على الارت لينكس او عن طريق موقع روزا، تمام. بالنسبه للورك سبيس اللي هو الشريط هذا وهذا استخدم، الله يسلمكم، وين راح هذا الويندو ديكوريتور، استخدم شيء اسمه ديكوريت زي ما انتم شايفينه، بحيث انه يعطينا الشريط هذا. طبعا انا لو ضغطت هنا راح الاحظ انه في شغلات كثيره، تمام. وين التعديل؟ تقول لنا شيء ما نعدل، كليك كونفيجر ايكون، من هنا، من هنا زي ما انتم شايفين في اطارات كثيره هنا غير الكي دي اي. الكي دي اي مو بهذه اطاراتها بالمناسبه، تمام. فممكن اضغط على هذه ويعطينا الاطار هذا، حلو والله، ليش ما استخدمه؟ اوكي راح استخدمه، تمام. طبعا في اطارات ثانيه، هذه اطارات خاصه بالكي دي، لكن هذا نستخدمه ليش؟ لانه فعلا يعطين مجال اكبر للشغلات هذه. لو دخلت على الورك سبيس بيهيفير راح تلاحظ انه هنا فيه اسطح المكتب والشغلات هذه انا ما استخدمها فعليا، لذلك راح ادخل على ورك بليس فقط. الورك بليس فيه هنا الله يسلمكم، لو حطيت علامه صح هنا عشان الانفورميشن ما تطلع لك، ايضا لو حطيت شو ديسكتوب ويدجت راح يطلع لك اسطح المكتب. بالنسبه للورك سبيس تايب ممكن لو كنت على النوت نت بوك، في عندي نوت بوك هنا صغير، ممكن تحط على النت بوك وراح يعطيك بيئه نت بوك، يعني كانك على جهاز لوحي تشتغل لكن بالماوس، تمام. نروح نرجع الاوفر فيو. لو دخلنا على ديسكتوب افكتس، تمام. بالنسبه للديسكتوب افكتس فعلا انا استخدمه لكن مو كل شيء. لو دخلنا على الاول افكتس راح تلاحظون انه مو كل شيء استخدمه هنا، تمام. ممكن تستخدم الشيء اللي يناسبك، وهذا هو الشيء الجميل انك لانك لو كثرت المؤثرات راح يزيد عندك استهلاك الرام والمعالج، تمام. اللي ايضا اعجبه بالموضوع هذا لو دخلت فين اللي هن تاسكس، هذا هو تاسكس كاجوال، لاحظ انه انا ما دريت على اساسه، ما دريت انه كان موجود هذا، ولي الادوات كنت مدخلها عن طريق الطرفيه، لكن انبهرت انه فعليا ممكن اسوي كرون. طبعا اللي ما يعرف كرون انا جرحته قبل، اللي هي مهام تلقائيه، فممكن اسوي نيو تاسك من هنا واضيف اللي انا ابي زي ما انتم شايفين بسهوله وبساطه، اسهل من انك نجمه 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 ما ادري ايش تقعد تكتب، تمام. فهذه من هنا ايضا من الاشياء اللي فعلا ابهرتنا. فيه اللي هو السوفت وير مانجر اللي هو ابر، طبعا هو يفترض انه يتواصل تلقائيا مع مستودعات النظام، تمام. زي ما انتم شايفين فتح لك الابر، طبعا هنا في شغلات كثيره اللي هي بحث وحذف وهلم وجرة، حتى التحديث نفسه موجود هنا. في عندك الجي تي كي ستايل، طبعا برامج الجي تي كي لما انك تحذف الجي تي كي وتحب تستخدم جي تي كي عفوا تطلع بشكل قبيح، فانت لازم تنزل البرنامج هذا اسمه جي تي كي ستايل، بحيث انه يعطيك الاحقيه او اصطلاحيه بشكل شكل البرامج موحده، ما يكون مختلف عن بعض. ايش ايش عادي عادي لا تخافون، الدريش عندي صيادي يدخلون على العصافير والشغله هذه، انا فاضي زين. اوكي ماذا عن البقيه؟ كنت بتكلم عن الثيم نفسه اللي هو الاطار ونسيته، خلونا ندخل على اللي هو وين راح؟ ورك سبيس، لا مو بهذا، هذا هو ديسكتوب ثيم، تمام. بالنسبه للثيم اللي استخدمه حاليا اسمه فوشيجي فوشيجي ما ادري شغله زي هذا، طبعا موجود لو ضغطت على جيت نيو ثيم راح تحصله مليون ثيمات. واحد من الثيمات اللي احبه اللي هو اتش 2 او، تمام. طبعا في ثيم روزا، لكن روزا بالتخصيص الحالي ما راح يضبط معي، لكن اتش 2 او جميل جدا، في شفافيه عاليه، فلو حطيت راح تلاحظ انه كل شيء طلع عندك شفاف زي ما انتم شايفين، كل شيء صار شفاف الحين، تمام. ما حبيته، راح اختار هذه عشان يتوافق مع المتصفح او عفوا مع الصوره الخلفيه. بالنهايه راح استعرض لكم شغله اخيره اللي هي اختصارات الكيبورد، تمام. طبعا متعود اني استخدم الكيبورد بشغلات كثيره، ما خصصت اشياء كثيره حاليا نظرا لاني كنت استخدم شغله هنا وبعدين حذفتها، وبعد شوي راح اضبط الامور. زي ما انتم شايفين من هنا ممكن افتح تويتر بضغطه واحده عن طريق اللي هو كنترول عفوا زر الميتا اللي هو افتح الويندوز مع حرف سي، تمام. راح يوديني لفايرفوكس تويتر، لو ضغطت على هذه كاست والشغلات هذه. اوكي هذه عباره عن شغلات اعطتها يعني او اريحيه مع الواجهه، ونظرا لان الكي دي اي عباره عن بيئه تشغيل تقريبا كامله، ناخذ واحد شاي. اوكي نظرا لانه فعلا الكي دي اي عباره عن شبه نظام تشغيل،
اخذت فتره طويله وانا احاول اني اترك الثندر بيرد. الثندر بيرد طبعا مهم جدا بالنسبه لي. الثندر بيرد عباره عن قارئ بريد من موزيلا. اوكي قارئ البريد بالنسبه لي مهم، عندي اكثر من ايميل ما ممكن افتحه عن طريق المتصفح. تمام، اخذت فتره طويله وانا استخدم كيميل او ما استخدمه، استخدم كيميل او ما استخدمه، الين اني استخدمت كونتاكت كامل. طبعا خلينا نشوف وش الكونتاكت. هذا هو الكونتاكت. تمام، طبعا الكونتاكت زي ما انتم شايفين عباره عن برنامج اداره كامله للاعمال من البريد الى جهات الاتصال، التقويم، المهام اللي لازم تسوي اللي هي تو دو ليست، فيدز، الفيدز اللي هي عباره عن اخبار تصلك، عندك النوت بوك او عندك الجورنال وعندك البوب اب نوتس وعندك التايم تراكر. تمام، كل هذا برنامج واحد. تمام، عباره عن برنامج كونتاكت. خلونا نشوف برنامج كونتاكت وش هو. تمام، لو دخلت على السمري هنا راح تلاحظ انه طبعا هذه مجرد اختصار او زي ما تقول يجمع الاشياء اللي عندك. تمام، زي ما انت شايف الاختصار والسمري جابت لي الاشياء اللي انا او الاشياء اللي انا اهتمها. فمن ضمن الاشياء الايميلات، حاليا ما في بريد غير مقروء، في خمسه بس اني مر عليهم قبل شوي. تمام، البوب اب نوتس ما في شيء، البندنج ما في شيء، لكن لو تلاحظ انه في ابكمينج ايفنتس اللي هي مهام قادمه، في زي ما انتم شايفين كلاس ميتنج، داونلود فيكس سيرفرز، كلاس شغلات زي هذه. تمام، طبعا هذه دراسه كلها. تمام، لو دخلنا على الميل تلاحظون انه فعلا يدعم شغلات كثير، ما بيفتح الايميل نظرا للشغلات اللي موجوده على الايميلات. تمام، لو دخلنا على الكونتاكت من هنا انا ممكن اضيف جهات اتصال من جوجل مثلا. طبعا عندي هنا جهات اتصال من جوجل بس عشان خصوصيتهم ما بيفتح الجوجل. تمام، فهو يجيب لي من جوجل ولما احفظ شغلي يودي لجوجل. وبنفس الوقت يكون اذا كان عندك جهاز اندرويد، طبعا عندك جهاز اندرويد ذا، فعلى طول يعني مثلا اضفت مهمه معينه هنا، خلونا نجرب. زين، لو مثلا دخلت على التقويم كالندر، تمام، انتم عارفين التقويم حق الاندرويد ذا. تمام، زي ما انتم شايفين هذه هي اللي تو طلعت من ضمنها الميتنج والشغلات هذه. هذا اللي انا مضيف عن طريق الجوال اساسا، لكن لو دخلت على الكالندر من هنا، تمام، راح تلاحظون ان جت، لاحظوا هذا الجيميل حقي. تمام، وهذه الشغلات اللي عندي. تمام، فالميتنج لاحظوا موجود هنا صغير، شايفينه ميتنج طرف الشاشه. تمام، بنفس الكلام انا لو اضفت شغله هنا راح تجي على الجوال. طبعا هذه مهمه جدا وحلوه. طبعا يعجبك بالكي دي ايضا التنبيهات، راح يطلع لك تنبيه بوجهك كذا بق. تمام، اول ما انك تفتح شغله او يجيك مهمه قادمه راح يفتح لك تنبيه يقول لك انك جاك المهمه. تمام، بالنسبه للفيدز عباره عن اخبار انا مستركبه، اضغط على الفيدز الحين راح يحدث ويجيبها لي. يميزك بالفيدز انه تطلع الفيدز هنا. تمام، طبعا الان لو سويت تحديث راح يجيب لي الاخبار. طبعا اخبار زي ما انت شايفين من linux.com، planet.kde، kde lock الى اخره. تمام، طبعا هذا هو اللي يهمنا. هذا بالنسبه لي الكيميل، يعني صراحه شيء جبار. تمام، انا مستغرب انه مجاني ومفتوح المصدر بعد. اوكي بالنهايه احب اقول لكم عطوا كي دي اي فرصه، اللي جربه قبل ينسى تجربته ويبدا يجربه من جديد. يسوي الاشياء اللي قلت لك عليها، تخلص من برامج جي تي كي، حاول تستخدم برامج بديله جي تي كي عشان تكون عندك بيئه نظيفه للكيو تي تقدر تستخدمه اطول فتره ممكنه بدون تعليق بدون مشاكل. هذا عن نفسي مع الارش لينكس، اعتقد نفس الشيء مع بقيه التوزيعات. ما ادري، انا ما جربت كي دي اي فتره طويله مع البقيه. بيجي واحد الحين يقول لي انا ما احب استخدم كي دي اي، تذكرني بويندوز 7. تمام، على اساس انك انت اللي مخترع لينكس الحين، ولا انت اللي مسوي لينكس، ولا انت اللي مسوي جينو اساسا يعني الكي دي اي طالع قبل ما ينزل ويندوز 98، ما بالك 98 ما نزل، اكس بي ما نزل، بعدين جاء ويندوز 7 وبعدين جاء 8، يعني نازله قبل ما تنزل الاربع اصدارات من الويندوز اساسا. تمام، فالكي دي اي قديمه فعلا، واذا كان في تشابه بالويندوز مع الكي دي اي فهذا شغل مخك واعرف من اللي سوى مثل الثاني. اوكي، انتهى الفيديو، ما عندي شيء اقول لكم غير جربوا فعلا، اعطوا فرصه وراح ان شاء الله تستقرون معه. سووا شير اشتراك، اذا انتم ما اشتركتوا تحت فيها ازرار ابيكم تسوون نشر للفيديو علشان اللي ما استخدموا لينكس يعطونه فرصه ويستخدمونه ويجربون كي دي اي تحديدا. وباي باي.